الرابع شبه إنسان يسأل عنك غفران أمام الله الديان آمين ليلويا منظر بالنور مكسي يسبحون فياتهم سي فوق على الكرسي امين اللي منظر بانواع شتى سرافيم باجنحه يصيحون بغير سكت امين اللي والاربع وعشرين قسيس كان بمخانفيس يصيحون به تقديس امين هللويا ويسبح بالافلاك الذين سلكوا الاسلاك من فوق على السماوات امين شيطان بالاستكبار لما بطل ذات اسخار امين هللويا مسكين من يسمع في حضرة وترتيل ومديح بها نصرخ ونصيح امين هللويا هللويا تنجيل ليلة عظيم تذكر في مزيد امين هللويا هللويا تنزيه وقائلا يكفي يقول الف هللويا
ذكر ليلة عظيم سطر يجب له تذكر أمين الليلويا الليلويا تأتي وتسبح وتهليل وهي أفضل ما قيل أمين الليل يا سبحان مكون ما كان كائن قبل الأكوان ما يخلو منه ليلويا سبحان جل سنا خفي لا عين ترى ولا معبود سوى أمين خلق من الماء نارا وأرضا صما ووجد من العدم من الليلويا سبحان رب غيور غفور على كل فعل سطور أمين الليل يا سبحان منشئ الأكوان بتدبيره قد كان إذا قل الشيء كن فكان أمين الليلويا الليلويا قد صار تحقيق بر الأبرار قولوا يا ذا حضار أمين الليلويا داود بها تنبى وبفضلها أنبى بقويل تتلألى أمين الليلويا شرح كتاب الزبور 151 مزمور وفي آخر كل مزمور أمين الليلويا وقرا سائر إلى خالق السماوات وفي شرح الوسط أمين الليلويا قسمة للقربان نيمان وفيها شرح
إيمانا منا للويا ما داد داود البار مريم في الأبكار على العشرة أوطار أمينة للويا بنور الغن والقصار الموسيقين أوطار والدف مع اختارك وأحبك اصغي وانت شعبك أمينة للويا وعنها أيضا قال هي جبل أعلى من كل أمثال أمينا للويا وسماها سيون وقال سوف يكون إلى سماها بالجملة الملك المشتملة بالنور والخلة أمينة للويا ويقال جميع تصفق بترتيل وإيمان تتلو تسبيح ونغم أمينا للويا وقال طوبى للإنسان المتعاطف بإحسان عالبائس والمنهان أمينا للويا كان الرب يناجي ومن الخيرات يعطي ما يكفيه ويعافي أمينا للويا يا ربي إليك نسأل احفظ البابا نودى الأمثال بطريركا وعطي إقبال أمينا للويا يا رب طمنا على
السائر عنا أم بابس أنت أسقفنا أمينا للويا يتحقق بمراد ربي يمين الليلويا لسان تقيتك اللام بكلام ماهر مفهم بمراد من هو